السلام عليكم. واجهة شاومي MIUI 13 النسخة العالمية، قائمة الهواتف المؤهلة للتحديث وموعد الوصول، قائمة بجميع الهواتف التي تحصل على تحديث MIUI وتاريخ الإصدار. كل هذا وأكثر ستشاهدون إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة، لأني بحاجة للدعم من فضلكم بالضغط على زر لايك واشترك وفعل زر الجرس، وأتمنى منكم مشاركة الفيديو أو عمل شير للفيديو على صفحاتكم على الفيسبوك، وشكرا لكم. أعلنت شركة شاومي رسميا عن واجهة MIUI 13 في حدث في الصين أمس. هذه المرة تركز واجهة المستخدمة الجديدة على الاستقرار وإصلاحات الأخطاء، وتدعي شاومي أن MIUI 13 قد حسن الأداء بنسبة 15% إلى 52% مقارنة بـ MIUI الأقدم 12.5، وتتضمن بعض الميزات البارزة في واجهة المستخدمة الجديدة: الحماية من الاحتيال على مستوى النظام وسرعات فتح التطبيق الأسرع. وأما في هذا الفيديو سأشارك معكم قائمة بجميع الأجهزة المدعومة التي تحصل على تحديث MIUI 13 من شاومي، قائمة الهواتف التي تحصل على النسخة العالمية من تحديث MIUI 13. يتوقع وصول النسخة العالمية من تحديث الـ MIUI 13 للـ OTA بدءا من الربع الأول من عام 2022. الدفعة الأولى للحصول على التحديث هي كما يلي. إليكم قائمة الهواتف: شاومي مي 11، شاومي مي 11 إي، شاومي مي 11 ألترا، شاومي مي 11 إكس، شاومي مي 11 إكس برو، شاومي باد 5، ريدمي 10، ريدمي 10 برايم، شاومي 11 لايت 5 جي إن إي، شاومي 11 لايت إن إي، وريدمي نوت 8 2021، شاومي 11 تي، وشاومي 11 تي برو، وريدمي نوت 10 برو، وريدمي نوت 10 برو ماكس، وريدمي نوت 10، والشاومي مي 11 لايت، والشاومي مي 11 لايت 5 جي، وريدمي نوت 10 جي اي. سيتم إصدار تفاصيل الدفعات الأخرى قريبا. إليكم قائمة الهواتف التي تحصل على التحديث في الصين: شاومي 12، شاومي 12 إكس، وشاومي 12 برو. وجاءت الهواتف الثلاثة أعلاه في هذا الفيديو بالفعل أمس في الصين مع واجهة شاومي الجديدة. الدفعة الأولى من الإصدار التجريبي العام ليناير 2022. شاومي مي 11، شاومي مي 11 برو، شاومي مي 11 الترا، شاومي مي 11 يوت إديشن، شاومي مي سي في، شاومي مي ميكس 4، وريدمي كي 40 جيم إنانسد إديشن، وريدمي نوت 10 برو، وشاومي مي باد 5 ام اي يو اي 13 باد او اس ايضا، وشاومي مي باد 5 برو ام اي يو اي 13 باد او اس، وشاومي مي باد 5 برو ايضا 5 جي، وشاومي 10 اس، وريدمي كي 40 برو، وريدمي كي 40، وريدمي كي 30 اس اكستريم اديشن، وريدمي كي 30 اكستريم اديشن، وشاومي 10 اكستريم اديشن، وشاومي 10، وشاومي 10 برو، وريدمي كي 30 برو، وريدمي نوت 11 5G، وريدمي نوت 9 4G، وريدمي نوت 9، وريدمي نوت 10 X برو، وريدمي 10 X، وشاومي سي سي 9 برو. الدفعة الثانية من البيتا أو من يعني تحديث البيتا العام لم يتم تأكيد تاريخ الإصدار. إليكم القائمة: ريدمي نوت 11 برو، ريدمي نوت 11 برو بلس، ريدمي كي 30 5G، ريدمي كي 30 اي 5G، ريدمي كي 30، شاومي 10 يوت اديشن، ريدمي نوت 9 برو، ريدمي نوت 10. وفي حال كنت تتساءل عن أجهزة بوكو، فإن شاومي لم تؤكد رسميا تحديث MIUI 13 لهواتف بوكو، ولكن يمكنك توقع الطرازات الحديثة مثل بوكو F3 وبوكو F3 GT وبوكو F2 Pro وبوكو X3 GT وبوكو X3 Pro. ربما سيحصلون على التحديث في الأشهر المقبلة.
هل هاتفك من بين الهواتف التي ذكرتها في هذا الفيديو؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو على صفحاتكم على الفيسبوك. أحبكم في الله، مع السلامة.